تفضل. السلام عليكم عمي، كيف حالك؟ الحمد لله. شو تمام؟ الحمد لله عمي، نحن كل شيء حلو يعني؟ الحمد لله تفضل. يعني كل شيء ها؟ تفضل. طيب. من الاخر يعني عمي، من الاخر، انا طالب ايد بنتك بدي اطلبها. انا بحبها وقلت لها انه بوعدك يعني اجي عندكم عشان اطلب ايد بنتك. موافق انت ولا شو؟ خير ابني، شو بتشتغل؟ انا؟ يعني صراحة يعني بعد ما دور على شغل يعني صراحة يعني بس مع ابوي بلا شيء. شو في معك سيارة؟ ولازم يعني سيارة؟ مع المفاتيح يعني حاليا بقى معي الف مفاتيح بس، اما السيارة بعدها مش موجودة بس المفاتيح يعني. وان شاء الله يعني بعد 100 سنة ان شاء الله بنجيب السيارة. معك رخصة؟ بس سحبوها. شو في عندك دار؟ كيف ضار؟ كيف وضعه؟ يعني حاليا يعني مو فيش دار يعني، بس انه يعني لقدام يعني نقدر خلال 16-17 سنة فاهم؟ لحد ما نشتري الأرض عشان الأراضي هون غالية شوي، فبدها خلال 20-80 سنة تحمل يعني نجمع المصاري عشان نجهز دار ونبنيها يعني، وتبلش يعني نبني بدنا أخرى 120 سنة على حسب يعني من هين أخرى سنة إن شاء الله نتجوز. بس أنت موافق ولا شيء؟ خلص.